هلا بالنسبة للحياة، الناس اللي بتقول لك الحياة غالية، بس بالمقابل ممكن يكون دخلك عالي. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. مساء الخير. بعد الأردن والعراق وتركيا، منشأ المحتوى السوري خلدون الحران يصل مدينة الذهب الإفريقية غانا. تفاصيل لنعرفها أكثر بينضم إلنا مباشرة من غانا منشأ المحتوى خلدون الحراني. خلدون، مساء الخير، شكرا لوجودك معنا بأوريانت بودكاست. بداية بدي أعرف منك شو عم تعمل بغانا؟ حياك الله، وتحية لك لكل متابعين الأورينت، وتحية لكل الشعب العربي والشعب السوري خصوصا. حياك الله. الله يخليك. في المرتبة الأولى، مع الأسف بعد عدة مغامرات وعدة تجارب، انتهى بي المطاف في غانا في مدينة أكرا. تمام. هو السبب عدة تجارب جربتها في بعض الدول، وكان منها يعني غير مناسب نفسيا أو استقرارا، أو حتى أنك تفكر بموضوع المستقبل. فبحثت بحثت مطولا، وبعد عده محاولات وعده تجارب، اني اوصل للاتحاد الاوروبي او لدول اخرى، فما كان في اي وسيله او اي سبيل. وفيك تقول بالمرحله الاخيره في تركيا صار الموضوع جدا، الضغط النفسي والتوترات والاشياء اللي عم بتصير خلتني شخص مقيد مكسور. فهمت علي كيف؟ فما كان في خيارات اني اتوجه لاي مكان اخر. فمن خلال الصدفه يعني تعرفت على احد الاشخاص الموجودين في غانا، وسالته عن الموضوع وشرح لي، وكانت من اسهل المناطق اللي ممكن اوصلها واعيش باستقرار، واني احصل على فرصه اني اعد اسس حالي واسس نفسيتي وابحث عن فرصه افضل في الوقت الراهن. طيب خلدون، يعني هلا اللي بده يتابعنا نحن على وسائل التواصل الاجتماعي بده يسال انت كيف طلعت؟ انت طلعت بجواز السفر السوري، هذا الجواز اللي ما بدخلنا الا لمحلات ضيقه جدا في هذا العالم. كيف طلعت؟ شو كانت الإجراءات؟ لأنه أكيد العالم هلأ بده يكون في عندها يعني في بدها تعرف هاي التفاصيل. نعم. هلأ في البداية جواز السوري يحتاج تأشيرة، أما إلكترونية أو تأشيرة مسبقة من البلد أو من السفارات لعدة دول. وغانا كما لا يوجد تمثيل دبلوماسي سوري فيها، فاضطرينا أنه تأشيرنا بتأخذها من أحد المكاتب الموجودة هون، إما يكون صاحب شركة أو شركة سياحية أو شركة عمل، فين يعمل لك انفايت، يبعث لك دعوه، يبعث لك تاشيره لعندك، بتاخذ عباره عن صوره بي دي اف، وهي بتكون تاشيرتك لتخرج من البلد اللي انت طالع منه. ومجرد توصل لغانا بيعطوك على الباسبورت تاشيره ستيكرز لمده 30 يوم. تمام؟ وجواز السفر السوري اللي طلعت فيه انا طبعا هو النسخه الجديده الالكترونيه، غادرت فيه من تركيا بدون اي مشاكل بالمطار طبعا، وانا كنت مخالف الاقامه لمده 5 شهور. رجعت البوتش إدارس إلى حالي بالمطار وحطوا لي منع السنة وحملت حالي وظليتني مغادر. طيب وبعدين لاحقا كيف هلا انت عم بتعيش؟ شلون الاجواء بغانا؟ كيف هي طبيعه المنطقه؟ التعامل مع السكان الموجودين؟ ربما في عالم كثير ما بيعرفوا انه اللغه اللي بيحكوا فيها اهل غانا. نعم، اللغه الرسميه في غانا هي اللغه الانجليزيه، الى جانب اللغه بتحدثوها، بس اللغه الرسميه المتداوله في البلاد هي الانجليزيه. شو هي اللغه اطش الصوت، شو اللغه الثانيه اللي بيتحدثوها يعني؟ الانجليزيه، بس اللغه المحليه صراحه ما تعمقت فيها، يعني لانه ما حدا بيتداولها غير بين بعضهم البعض. تمام. اي شيء والكل بيتحدثها بالشارع وبالمحلات وبالمنظمات هي الانجليزيه. جميل جدا، يعني كانت ربما سهل عليك كون انت بحسب ما يعني اطلعنا على قناتك وعلى صفحاتك لغتك الانجليزيه جيده جدا، فربما كان هذا الحاجز الاول اللي انزاح من امامك. لاحقا بعدين انت كيف قدرت ربما تستقر اكثر بغانا؟ نعم، هلا حاجز اللغه صراحه انا ما كان عندي خوف منه، لغتي فينا نقول 60%، لكن مع الاختلاط بالشعب والمتابعه فيني حسن لغتي والعمل مع الشعب، يعني على عكس اللغات الاخرى المتداوله في بعض الدول. يعني هون اذا انت بتتعلم الانجليزيه بشكل هذا بظل مستمر معك حتى لو غادرت هي الدوله باتجاه امريكا الجنوبيه او اوروبا، راح تظل لغتك هي المرتبه الاولى. اما بالنسبه للاستقرار فبصراحه انا فيك تقول اني بسبب الظروف في تركيا انا كنت شخص يعني خلص ما عاد عندي خوف من اي شيء، بس بدي اطلع من دوامه التسفير ودوامه الخوف ودوامه الاحداث عم بتصير، بدي اوصل لمكان استقر نفسيا، اشعر اني انسان. اما بالنسبه للتعامل هون فانت بتتعامل هون كمواطن درجه اولى، صدقني، يعني انا لما بمشي بالشارع الكل بيسلم علي، الكل بيتعرف علي، الكل ودود، الكل بيحاول يخدمك، ما تعرضت ولا لو 1% ازعاج من المطار للمدينه، والحمد لله انا لقيت عمل حاليا
وعم بيشتغل مع جاليه، بس الشركه سوريه يعني، وللعلم هم مستثمرين سوريين ولبنانيين لهم 20 سنه و30 سنه ومتزوجين من غانا وعايشين بغانا. ابرز ربما ابرز الاشياء اللي العالم بتشتغلها بغانا، خاصه بما انك ذكرت السوريين واللبنانيين، اللي عنده اطلاع بيعرف بانه في نسبه لا باس فيها من اللبنانيين موجودين بغانا وهم مستثمرين، شو هي ابرز القصص اللي بيشتغلوا فيها؟ والله هون الرائج بشكل عام خلون اصحاب المصالح الانشاءات بالسوري، فينا نحكيها مثلا البلديات الداخليين، بس اللي بيشتغل على حسابه او اللي بياسس الشركه، المهن اللي ما بيقدر عليها من البلد الغاني هي متاحه لك. عرفت علي كيف؟ يعني ما فينا نقول هون نمط العمل مثل نمط عمل بالدول المجاوره ممكن تشتغل عامل يوميه، لا، هون بده يكون انت صاحب مهنه، صاحب عمل، صاحب بزنس كثير كثير بترتاح بهالمجال. طيب قد الحياة اليومية بتكلف خلدون؟ يعني أنا إذا بدي أكون موجود بغانا بدي في الصبحيات أفطر أطلع على شغلي أرجع من الشغل، ما بعرف إذا في مواصلات ولا لا، الغداء، هاي الحياة قديش بيكون التكلفة بشكل إجمالي؟ هلا تقييمي أنا رح أعطيك لمحة على اللي شفته. هلا بالنسبة لأني إذا إجت عائلة بدها مثلا بيت بمنطقة شعبية خلدون غرفتين وصالة وممكن يلاقوا بيت ب $150 بالشهر، تمام؟ نعم. هاي البيوت، وفيك تلاقي بيت ب $100 بالشهر، بس هو دفع سنوي حسب المنطقه، وفي مناطق البيت ب $1000 حسب المكان اللي انت بتختاره بتعيش فيه. حلو الكلام؟ جميل. اما بالنسبه للمواصلات طبعا متوفر مواصلات، لكن انا بشكل عام بستخدم احد التطبيقات في مشاوير اليوميه بالمقترحات اللي بما اتعرف على البلد اكثر. تمام. عرفت علي؟ بس وفينا نقول بالنسبه للعمله الواحد $100 بتسوي 1170 سي دي. 1170 سي دي. اها 1170 سي دي هي العمله المحليه، كل $100 1170 سي دي. هلا بالنسبه للحياه، الناس اللي بتقول لك هون الحياه غاليه، بس بالمقابل ممكن يكون دخلك عالي. ايوه، يعني في دخل عالي وبالمقابل حياه عالي. متوسط الرواتب للي اصحاب المهن والمصالح من $800 و$600 لل $1800، في منهم بوصل 2000. اه جميل جدا. حسب مهنتك وحسب موقعك في البلد. طيب بدي اسالك، انت يعني وصلت على غانا، قديش انت لقيت نسبه واعداد السوريين او ربما اللي ممكن يكون في عندهم تقبل لانه يطلعوا اليوم على مدينه الذهب كما تعرف غانا الافريقيه ويعيشوا فيها، يعني اسسوا، انت حكيت انه انا بدي اطلع امن على حالي، بدي اسس حالي يكون بعيدا شوي عن المخاوف اللي عم نعيشها بشكل متكرر، انت في عندك تحديث بيانات ربما، في عندك الكملك، عم يدوروا على الكملك، عم يدوروا على سيجارة معك، يعني هاي الإشكالية اللي عم يعيشها حاليا السوريين في تركيا وأيضا ربما بمناطق أخرى بدول اللجوء. الوضع بغانا ربما بيكون مختلف لأنه ما فيها كتير سوريين. خليني أكون صريح معك، أنا عندي قناعة تقول مع احترامي للجميع، بلد لا تحترم بها لا تبقى بها. أنا تعرضت لكل أنواع الضغط النفسي في تركيا بآخر 6 أشهر، وخاصة بعد ما انتهت إقامتي وتأخر جواز سفري، ما كان في أي حلول مطلقا، لا إقامة إنسانية ولا غير إنسانية ولا إلها أي حل إطلاقا بتاتا، وعشت برعب نفسي، إنه تخيل أنت مصيرك متعلق بقرار بحطك بالشمال انتهى مستقبلك. شفت الفكرة كيف؟ فأنا إنسان مغامر، أنا كان عندي قاعدة في عقلي تقول اطلع بس من تركيا لاي مكان اخر بصير لك تكون نقطه انطلاق، لاني عندي تجارب في دول اخرى. هو هاي بدي انا اسالك عن التجارب هاي، لكن خليك كمل هلا، كمل بفكرتك هون. فهون انا لما انتهت اقامتي في تركيا ما عاد اقدر اشتغل، ما عاد اقدر اطلع، ما عاد اقدر افوت، وانا كنت عايش عند اختي بتركيا، فاختي سافرت على المانيا لمشغل، ما ضل لي حدا ضل عنده، وما ضل لي في مجال انه يعني رحت بدي اقدم على الاقامه الانسانيه، حكوا لي انه ممكن البوتشي دارس يسفروك. عرفت علي؟ فانا ما بقدر غامر هون، يعني انا ماني ما برهن مستقبلي بمكان انا موجود فيه، مستحيل. تعلمت من تجربتي سابقا في احد الدول، صار معي موقف وتعلمت منه، وصار عندي قناعه انه مكان لا تحترم فيه لا تبقى فيه غادر، والله بيرزق اللي بتطلبه. عرفت علي كيف الفكره؟ هون بغانا انت ما بتعيش شعور الخوف والتسفير، ما بتعيش شعور انه في شرطه رح يلحق، انا الشرطه هون بتوقفني مرتين ثلاثه بالليل والصبح، بضوء الضوء بيبتسموا بوجهي بقول لي هاو ار يو فاين، بقول لي بقول لي اوكي يو كان جو ناو، حتى هويتي ما بياخذها. تخيل؟ عم بتخيل، بس ربما ما انا متعودين نحن صراحة خلدون في ظل الواقع اللي عم نعيشه مع الأسف، متابعتنا لجميع القصص اللي عم يعيشوها أهلنا وعم نعيشها نحن يعني كسوريين موجودين في دول
اللجوء. حكيت انت عن دول انت كنت فيها، ثلاث دول قبل وجودك، بغانا، الاردن، العراق، وايضا تركيا، تجربتك بتركيا. انت امتى طلعت من سوريا؟ كيف كان، كيف فيك توصف لنا هاي الرحله يعني بشكل مختصر، كونك مستعجل وفي عندكم مظاهره نصره لغزه؟ صراحه في عندنا وقفه تضامنيه امام السفاره الفلسطينيه نصره لاهل فلسطين وغزه وطالعين. يعني هلا انا طلعت من حمص بال 2011 في بدايه الاحداث بحمص، غادرنا بزرع اعتصام الساعه اذا بتتذكر، وغادرنا الى ريف حمص، من ثم الى دمشق، من ثم غادرنا للاردن. انا بقول لك كل الاحترام لاني للشعب الاردني، كونت علاقات جيده وصداقات، وكان شعب جدا لطيف ومتقبل صراحه. الشعب الاردني له شكر مني خاص. لكن حدث معي موقف بسبب الفيديوهات على اليوتيوب، تعرضت فيها للاعتقال او التوقيف، ومن ثم تم وضعي في مخيم، وتم رهني اني اما ابقى في المخيم او اتسفر على سوريا، فغادرت الى العراق مباشره. وصلت الى العراق، الواقع كان مرير في اربيل صراحه. يعني انا عايش برا سوريا، مو جاي من سوريا على العراق، انا عايش في سوريا. فالواقع كان مرير، كنت اشتغلت ثلاث شغلات بالعراق وما لح، فكان جدا متعب. اخر شيء قدمت اوراق الفيزا التركيه بايدي واجاني قبول، تمام؟ ارتحت نوعا ما بعد ما طلعت على تركيا، لكن ما توقع صورت. انا بصراحه من محبين تركيا للامانه، ما بكسب، وانا كان حلمي اني اوصل تركيا، وانا بحب هي البلد، بس للامانه البلد ما بتحبنا. ربما الواقع اللي عم يعيشه السوريين هو خلق هذا الانطباع عندك. بدي اسالك خلدون، يعني هلا ربما اللي عم يتابعنا بيقول انت هاي الشركات ما في خوف من ربما حالات نصب؟ هلا نحن في ظل الحديث، سابقا كان الحديث على كندا، على بريطانيا وغيرها من الدول، انه عم تستقبل في ظل الفيز اللي عم يتم تقديمها في فيز العمل، ما في خوف من النصب، حالات النصب اللي بتصير؟ كيف انا بدي امن انه اطلع على شركه يقول لهم بدي انا اطلع مثلا على غانا؟ هلا للامانه موضوع غانا مش رايج كثير، يعني قليل تلاقي السوريين بيطلعوا عليها جدا، بس بالنسبه للموضوع الفيز بغانا ما في تلاعب بهالموضوع، لانها ليست رايجه، بس من الممكن اذا اصبحت رايجه بقدر كبير يكون في تلاعب، عرفت علي كيف؟ يعني اذا كانت الوجهه الوحيده واصبح هنالك طلب جدا على هذا الموضوع، ممكن يصير في تلاعب، كما اليوم في تلاعب بموضوع تأشيرة كندا وتأشيرة العمل وإلى آخره. وعلى فكرة يعني أنا شاهدت الكثير من حالات التلاعب النفسي والاحتيال بهذه المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب أخيرا خلدون، يعني وصلنا لختام هذا اللقاء، شو بتحب تضيف بختام هذا اللقاء لكل اللي عم يتابعونا وعم يسمعوك؟ تفضل، هواء لك. أول شيء نحن سوريين دائما بنفتخر ورغم كل الظروف، والله إذا ما بضل ولا سوري على وجه الكرة بضل واحد مننا، نحن سوريين وبنفتخر وما بنعترف بأصلنا ولا بنعترف بجنسيتنا. وكل شعب في العالم لديه سيئات ولديه حسنات، لكن أنت بإمكانك أن تصنع من هذا الشعب إما شعب مبدع ومتعلم، أو تصنع منه شعب جاهل ومتخلف. القرار بيدك مش بيد الشعب. هاي واحد. اثنين، أنا أقول لكل سوري، بلد لا تحترم بها لا تبقى بها. نعم، بدي أشكرك كل الشكر صانع المحتوى السوري خلدون الحوراني، كنت معنا من مدينة الذهب غانا الإفريقية. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا ومتابعينا. تبقوا بخير، سلامات. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معاً.